نكمل قراءتنا لقانون النادي الأهلي للرياضة البدنية اللائحة، وهنتنقل لمادة تانية الاشتراكات. هل الأعضاء زي بعض في قيمة الاشتراكات؟ نشوف المادة التامنة بتقول إيه. قيمة الاشتراك السنوي لموظفي الحكومة 3 جنيهات مصرية، ونصف هذا المبلغ لطلبة المدارس العليا وللأعضاء عموماً المقيمين بالجهات، و5 جنيهات مصرية لباقي الأعضاء، وللجنة الإدارية الحق في قبول اشتراكات بالجملة مع تخفيض قيمتها عن طلبة مدرسة واحدة أو أعضاء نادي واحد، ويدفع الاشتراك على قسط واحد ما لم تقرر لجنة الإدارة غير ذلك. واضح طبعا إن في فوارق في الاشتراك السنوي. الأعضاء العاديين 5 جنيه في السنة، ودول لا هم موظفين حكومة ولا أعضاء نادي للمدارس العليا ولا طلبة مدارس. دول الأعضاء اللي بيتم ترشيحهم عن طريق أعضاء النادي. موظفين الحكومة بقى 3 جنيه في السنة. المقيمين خارج القاهرة يدفعوا نص المبلغ ده، يعني 1.5 جنيه في السنة. ليه المقيمين خارج القاهرة يدفعوا مبلغ قليل؟ في الوقت ده السفر للقاهرة كان رحلة سفر مكلفة جدا. خطوط السكة الحديد لسه ما غطتش مصر كلها، والسيارات ما كانتش منتشرة، وبالتالي الأعضاء دول مش هيجوا النادي إلا كل فين وفين. وكمان لازم نشجع اللي خارج القاهرة على الانضمام للنادي، وعشان أبناء المحافظات يتعرفوا على النادي كأول نادي تم تأسيسه من أجل الشعب. وده ساهم مع حاجات تانية كتير هنتكلم عليها بعدين في الشعبية الجارفة للأهلي في المحافظات. ولأن النادي تم إنشاؤه للطلبة فلازم يكون اشتراك الطلبة مخفض، يعني 1.5 جنيه في السنة. الجميل كمان إن اللائحة قررت إن ممكن قبول اشتراكات جماعية للمدارس والأندية، يعني مدرسة تبعت اشتراك عن مجموع طلابها ويكون اشتراك مخفض، وده تشجيع للطلبة لممارسة الرياضة في النادي اللي اتبنى عشانها. طب ايه موضوع الأندية ده؟ المقصود هنا انه كان في أندية كتير غير رياضية موجودة في الوقت ده، زي نادي المدارس العليا وأندية أخرى اجتماعية وثقافية. اللائحة ما سابتش حاجة للصدفة. طب لو عضو مقيم في القاهرة واتنقل خارج القاهرة وضعه ايه؟ المادة 9 بقى حلت المشكلة دي. قالت ايه؟ إذا انتقل أحد الأعضاء المقيمين بالقاهرة إلى خارج الدائرة المذكورة في المادة 5 يعتبر من الأعضاء المقيمين بالجهات إذا أخطر السكرتير عن ذلك بالكتابة، ولا يكون له حق في استرجاع أي جزء مما دفعه من الاشتراك. يعني العضو دفع قيمة اشتراك العضو المقيم بالقاهرة، وده أكتر من اللي بيدفعه العضو المقيم خارج القاهرة. هنا بقى مش هيسترجع جزء من الاشتراك على أساس إنه مش هيستفيد زي الأول، لكن طبعاً في العام التالي هيدفع اشتراك عضو مقيم بالجهات أو خارج القاهرة.